وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لزيارة النساء للقبور كانت ممنوعة في صدر الإسلام، ولعنت زوارات القبور، ثم نسخ ذلك، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية: فزوروها ولا تقولوا هجرة. والهجر الكلام القبيح المقصود به الشرك والاعتراض على قدر الله ونحو ذلك. وزيارة القبور لا تنفع المقبورين، وإنما تنفع الزائرين، فالمقبور لا يسمع كلام الزائرين ولا يحس بزيارتهم، ولكن ينتفع الزائر بالموعظة. ولذلك الاتعاظ 3 درجات: الدرجة الأولى الاتعاظ بحال المقبورين أنفسهم، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وهو لا يدري حال المزورين، لا يشهد أن أحدا منهم من أهل الجنة ولا أنه من أهل النار. القبر الواحد قد تختلط فيه عظام من هو في أعلى الجنة ومن هو في أسفل سافلين في النار، عائذا بالله من النار. والاتعاظ بحالهم الآن أنهم قد انقطعوا عن هذه الدنيا وانشغلوا فيما هم فيه، وقدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ولم يصحبهم إلا ما تزودوا من الأعمال الصالحة أو السيئة، وبقيت أموالهم وأهلهم ووثائقهم وكل ما كان لديهم يفتشه الناس ويبعثون به، وأسرارهم اطلع عليها الناس واكتشفوها. والموعظة الثانية هي الموعظة بحال أهلهم بعدهم، فهؤلاء الأموات كان أهلهم يعولون عليهم، كانوا يحبونهم حبا شديدا، وها هم دفنوهم تحت الأرض وأكلت أجسادهم التراب، ما كانوا فيه من النعيم والحذر من البرد والحذر من الحر والحذر من الوسخ، كل ذلك زال، ودخلت التراب في عظامهم وإجسادهم، وأكل الدود كل محاسنهم ومفاتنهم، وأهلهم انقطعوا عنهم. في البداية يأسفوا عليهم وحسنوا عليهم أسبوعا أو أسبوعين، ثم ذهبوا يضحكون، وكل منهم اتجه في اتجاهه، واقتسموا تركاتهم، ولم يعد بينهم وبينهم صلة. وهذه موعظة عظيمة جدا. والموعظة الثالثة هي اتعاظ بحال الزائر، لأن الزائر الآن يمشي على وجه الأرض، وهو يمشي على أرض فيها هؤلاء الأموات الذين كان كثير منهم أقوى منه وأعلم منه وأصلح منه، كان كثير منهم أيضا معاصرا له في السن، وبعضهم أكبر وبعضهم أصغر، وها هم سبقوه إلى الدار الآخرة، وهو أحسن أحواله أن يتجه في نفس الاتجاه، فعليه أن يبادر الأعمال الصالحة قبل أن يفوت الأوان، وأن يعلم أنه سائر إليهم إما اليوم وإما غدا، وأن هذه الدار ليست دار قرار. ودليل ذلك هؤلاء الذين يراهم مقبولين أمامه، ويكفي من ذلك نظر المقبرة، ولا ينبغي التجول بين الأجداد والوقوف على كل قبر وحده. بالنسبة للنساء، فإذا نظر الإنسان وراء المقبرة وكان أمامهم بحيث يراهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويدعو لهم جميعا ويدعو لنفسه، فهذه هي الزيارة الشرعية التي ليس فيها مخالفة وليس فيها بدعة، ويجوز السفر لها ومن دون تكلف. ولا شك أن اطمئنان الإنسان وانتفاعه بزيارة والديه وأشياخه ومن يثق بعلمه وصلاحه أنه أبلغ في الموعظة والتذكير. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ربه أن يأذن له في زيارة قبر أمه، فأذن له في زيارة قبرها، وأمه مدفونة بالأبواء حوالي 150 كيلو من المدينة، فأذن الله له في ذلك، فذهب إليها فزار قبرها. والله يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته. بالنسبة لقراءة القرآن، الراجح أنها لا تصل إلى الأموات إلا إذا كانوا من آباء الإنسان أو أمهاته، فأبو الإنسان وأمه وأجداده هو من أعمالهم، فلذلك ليس الولد من الأعمال التي تنقطع بعد الموت، كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فأعمال الأولاد تصل إلى آبائهم وأمهاتهم، لكن غير الآباء والأمهات يصل إليهم الدعاء قطعا، والصدقة عنهم تصل إليهم قطعا، وما سوى ذلك من الأعمال الراجحة أنه لا يصل، لأن الله قال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
ومن ذلك ما يقرأه بعض العوام من سورة الإخلاص 11 مرة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هذا لا أصل له، لم يرد فيه أي شيء في السنة ولا في القرآن. والله يوفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله.